السلام عليكم ورحمة الله. هذا فيديو من أجل توثيق الجرائم التي يرتكبها رئيس الشيشان رمضان قديروف. هذا الرجل الذي خان بلده وشعبه وقبل أن يكون أداة طيعة مجرمة بيد بوتين الذي دمر البنية التحتية للشيشان واستعان بهذا الرجل، ولذلك يلقب هذا الرجل بطفل بوتين المدلل. قتل شعبه إكراما للشيوعيين، دمر البنية التحتية لأكثر مدن الشيشان. امرأة مجاهدة تقاتل الشيوعيين ومن تحت لوائهم أشرف من 100 مليون رمضان قديروف. حاله كحال غيره، يختلق عدوا يسميه إرهابيا ليحل لنفسه قتل من يشاء بلا مساءلة ولا محاكمة. وقد لجأ كثير من شعب الشيشان إلى تركيا هربا من بطشه، ووجدوا في تركيا ملاذا آمنا لهم، ويرسل لهم بعض أوباشه ليغتالوهم في تركيا. ويأتي رمضان قديروف اليوم ويطعن في أردوغان ويدعي أنه يؤوي الإرهابيين. يؤوي الإرهابيين يا رمضان قديروف أم يؤوي من تقتلهم يا أيها السفاح؟ لا يوجد في الكون زعيم يهدد بالذبح بالسكين بشكل وقح كما تفعل أنت. لمن؟ لمن إذا أتيت إلى بلادهم فتحوا لك الحجرة الشريفة في المدينة، وفتحوا لك باب الكعبة في مكة، ثم إذا عدت إلى الشيشان رجعت إلى تهديدهم بالذبح بالسكين. عجبا للحاكم الاستبدادي الإرهابي الذي يزعم أنه يحارب الإرهاب. هذا والله يذكرني بقول فرعون الذي وصفه الله بأنه من المفسدين، كما قال تعالى إنه كان من المفسدين. ماذا يقول فرعون يا شبيه فرعون؟ يقول عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. المفسد يخاف على الناس من الفساد، وأنت الإرهابي تخاف على الناس من الإرهاب. شعاره من يجرؤ على الاعتراض علي ما دام معي ربي بوتين. موسى كان يقول عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين. رمضان قديروف كلا إن معي بوتين سيهدين. عجيب أمر هذا الرجل. تارة تراه شخصية كريسمس، تارة صوفي رقيق القلب، تارة مجرم، شخصية متقلبة. يتوعد بقتل الوهابية، يتوعد بقتل الوهابية بالسكين بيده كما أعلنها أمام مئات أو ألوف من الناس، ثم بعد أن يقول هذا يذهب إلى مكة فيكرمونه ويفتحون له باب الكعبة فيدخلها، ثم بعد ذلك يعود ويهدد بفتح بطون الوهابية إذا قدموا إليه. هم يفتحون له باب مكة وهو يأتي بالسكين ليفتح بطونهم في الشيشان. بسم الله ما شاء الله. أما أعجب، هل الحكومة تدري عما يفعل هذا وعما يهدد؟ أستعرض وإياكم هذا الموضوع بسبب كثرة الشكاوى الأخيرة منذ اليوم 22 من شهر ديسمبر 2021 إلى اليوم الأخير من نفس الشهر، ونحن الآن نعم تجاوزنا آخر الشهر، أنا الآن في بداية السنة الرومية. يعاني منه الناس أصناف العذاب، حتى إن شابا صغيرا اعترض على شيء معين فيما يجري في الشيشان فأدخل السجن وأمر أن يجلس على قارورة دخلت في دبره. هذا نوع خفيف من العذاب. توعد المرأة المسلمة المنتقبة بأنه سوف يخلع سروالها إذا رآها منتقبة في الشارع. مجرم يزعم أنه متألم جدا للجرائم التي ترتكب في بورما ضد المسلمين الروهينجا، لكنه لا يختلف كثيرا عن جرائم البوذيين أو الأيغور في الصين،
فإنه لا يزال يقتل ويعذب من يشاء في بلاد الشيشان بلا رحمة. بعد هذا أود أن أذكر لكم وبسرعة أود أن أستعرض معكم بسرعة أسماء بعض المحتجزين والمعذبين عنده. تفضلوا. هذا هو التقرير. تم اختطاف ممثلي عائلتي موسيوف وينكل بايوف بما فيهم النساء والأطفال بشكل جماعي. أطفال صغار رضع منهم رضع في السجن بشكل جماعي من قبل حكومة قديروف العميلة. المخطوفون من عائلة موسيوف محتجزون في قسم الشرطة في لينينسكي، وهم زويا موسيوفا امرأة، لومارا موسيوفا امرأة، أحمد موسيوف، بريلنت موسيوفا امرأة. المختطفون من عائلة يانكول بايوف محتجزون في مدينة جروزني ومنطقة أوروس مارتان، وهم شهيد يانكول بايوف، زرجان كذلك يانكول بايوف امرأة، حسن يانكول بايوف، خيدي يانكول بايوفا كذلك امرأة، خديجة يانكول بايوفا، زميرة يانكول بايوفيا كذلك امرأة، لويزا يانكول بايوفا كذلك امرأة، شعراني عبد الخاجيوف، إسلام عبد الخاجيوف، سوسلان عبد الخجيوف، ليلى عبد الخجيوف كذلك امرأة، سيد أمين يانكول بايوف، كلهم من عائلة واحدة عشرات، فاطمة يانكول بايوفا، آدم يانكول بايوفا، يوسف يانكول بايوف، مكة يانكول بايوفا امرأة، حواء يانكول بايوفا، سيد أحمد يانكول بايوفا، مدينة يانكول بايوفيا كذلك امرأة، مارخا يانكول بايوفا امرأة، زورا يانكول بايوفا امرأة، زينب يانكول بايوفيا، زينب يانكول بايوفا، مالكة يانكول بايوفا امرأة، سيد محمد يانكول بايوف، محمد أمين يانكول بايوف، محمد يانكول بايوف، قريش جبرا إيلوف هذه امرأة، رستام جبرا إيلوف، لويزا جبرا إيلوفا امرأة، زوليخان جبرا إيلوفا امرأة. ومن بين المختطفين أطفال غير بالغين وفيهم امرأة حامل. واليوم صباحا، يعني متى قال اليوم صباحا التقرير؟ يعني أمس. يقول واليوم صباحا اختطف أقارب زوجتي في مدينة أسترخان، وهم روضة شايدوفا أم الزوجة، آسيا إبازوفا أخت الزوجة. تم استدعاء أخت الزوجة إلى الإدارة الأمنية المحلية حيث تم القبض عليها وإرسالها إلى الشيشان. أما أم الزوجة فاختطفت من منزلها. المختطفون حاليا هم حسن سلام بيك الخال، خال المرأة، تخمينة عبد الرحمنوفا ابنة العم، داني عبد الرحمنوفا ابن عم، روضة شايدوفا أم الزوجة، آسيا إيبازوفا كذلك أخت الزوجة. ومن بين المختطفين أقارب الأخ حسان خاليتوف، منهم أزاروف مسلم، أزاروف محمد، أودايوف أبو مسلم، محمد جد حسان، عدلان أزاروف. وأما أقارب حسان أيضا فهم أخوه خاليتوف حسين، كذلك خاليتوف رمضان، خاليتوف غني أبو الأخ حسان، خاليتوف خسيمة أخت حسان. هذه أسماء بعض المختطفين بلا سبب وما أكثر من هؤلاء. يعني الأعداد كثيرة جدا، الناس جوعى، وضعهم المادي سيء جدا، في أسوأ أحوالهم، ومع ذلك هذا ما عنده إلا الزج
إلا الزج بالسجن والقتل أو النفي، هذا ما يفعله. فأنا أربأ به أن تظهر منه هذه الأفعال، وأن لا يظن أن الله ليس له بالمرصاد. لا لا، فكما أن الله كان بالمرصاد لفرعون وكل طاغية، فهو بالمرصاد لك يا رمضان قديروف. وما من طاغية مستبد إلا وقد أساء الله له الخاتمة. فبيننا وبينك سنة الله التي تجري على الخلق كلهم. وليكن هذا إنذار موجه إلى مؤسسة أمنستي لتضيف هذه المعلومات إلى أرشيفها عن هذا الرجل الذي للأسف تجاوز كل حد في الإيذاء والاغتيال لما فيه مصلحة شخص وليس روسيا، وهو فلاديمير بوتين فقط. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر إخواننا المبتلين ببناتهم وأخواتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم جميعا وأن يعودوا إلى أهاليهم وأحبائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.